دلوقتي كثير من المشاتل على مستوى مصر بتتحرك انها تنشر فكر زراعة الفاكهة الاستوائية، والكلام ناجح عندك. ادينا النصيحة، نكمل نمشي وراهم ولا نهدي؟ السوق عامل ازاي بالنسبة لفاكهة النباتات الاستوائية؟ طبعا اي حاجة جديدة بتتزرع بيبقى ليها مردود مختلف، سواء على المستوى الاقتصادي طبعا، وعلى المستوى العام الناس بتقدر اي فاكهه جديده. انت عارف احنا حته ان احنا بقينا مصر بقت بتستورد كميات فاكهه، والشعب المصري شعب ذواق، فبقينا نستورد انواع فاكهه كتيره. يعني انا عايز اقول لك الدراجون فروتس والاصناف اللي انت ذكرتها دي بتيجي مصر النهارده بالطيران. يعني في سوبر ماركت شين كتيره بتستورد الحاجات دي بالطياره. يعني تخيل احنا النهارده سعر الفاكهه دي وصل كام. يعني مثلا احنا عندنا الدراجون فروتس يمكن 7 سنين النهارده الانتاجيه حاجة ممتازة، توسعتوا فيها كمان وتوسعنا. يمكن أثناء زيارتك أنت المرة السابقة للمزرعة شفت التطور اللي احنا عملناه. عندنا الحمد لله مهندسين شاطرين جدا وبيطبقوا نفس النظام اللي بيتبع في الدول الآسيوية اللي بتزرع الدراجون فروتس. النهاردة عندنا 3 أصناف مختلفة من الدراجون فروتس مزروعين في المزرعة. عندنا الوايت دراجون فروتس والريد دراجون فروتس واليلو دراجون فروت. يمكن احنا الاصناف موجوده يعني في مصر، ما حدش جاب لنا من 600 جنيه من بره. كل الاصناف بقت موجوده واسعاره، حتى يعني اسعار المنتج نفسه النهارده في السوبر ماركت بيبقى من 100 120 جنيه للكيلو، بعد ما كان ب 500 و600 زي ما انت بتقول. انا كمسؤول عن الاستراتيجي بتاعه البيع في المزرعه حبيت ان احنا ناخد الاتجاه ان احنا نكتر من كل ما هو نادر، ونبعد شويه عن الكادر الزراعات التقليديه زي ما بنقول. الباشن فروتس بنحاول بندور نطور فيه لان هو انتاجاته مش عاليه لكن متوفر عندنا. الباباز متوفر. الليتشي اخباره ايه؟ الليتشي ده طعمه تحفه وعامل زي اكنك بتاكل حته جيلي بالظبط. طب ليه ما انتشرش في مصر انتشار كبير؟ لسه الليتشي برضو الانتاجيات المردود بتاع انتاجياته مش عاليه قوي في مصر. الجو برضو بيلعب دور، انت عارف لازم بيبقى في صوب متغطيه لان برضو بيتاثر بلسعات الشمس، وليه برضو تكنيك معين في الزراعه كده. بس هو في اتجاه، يعني في اتجاه الناس بتكتر. يعني النهارده اظن في اكتر من 5 مزارع في مصر، بعد ما كان بيكو وايفاجرو بس هم اللي بيزرعوا، لا النهارده في كذا مزرعه جديده بنسمع ان بقى عندهم الليتشي. الجديد عندنا في ايفاجرو هو الاناناس. عظمه دي انتاج اللي انا بشايفه ده، الاناناس ده انتاج ايفاجرو، يعني انتاج مصري. ده كان عشان تاخده لازم تروح امريكا الجنوبيه. تمام. صح كده، فعلا الشتله جايه من امريكا الجنوبيه. الشتله جايه منين؟ الشتله جايه من امريكا الجنوبيه، وده احنا سميناه نزل السوق وخلاص اتسجل في وزاره الزراعه باسم اناناس المنيري على اسم الراحل الدكتور منير. يعني المشاتل اللي انتشرت في مصر حاليا وفيها 15 20 نوع من النباتات الاستوائيه والفاكهه الاستوائيه، نمشي وراهم نسيب دماغنا ورا دماغهم، نزرع ونتوسع في هذه المساحات؟ انا اظن كمان ان تغيرات المناخ اللي بتحصل في مصر دلوقتي، احنا رايحين شويه الصيف عندنا بقى اكتر للاستوائي، فانا اظن ان احنا المستقبل كله للاكزوتكس في مصر ان شاء الله.